فضيلة الشيخ حفظك الله، أراد رجل أن يقسم بين أولاده مالا، هل يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين بقوله تعالى الآية يوصيكم الله في أولادكم، أم يقسم بينهم بالتساوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم؟ وإذا فعل الأولى في حياته ثم توفي، هل يسترد ما أخذه الذكور ويعطى للإناث؟ جزاكم الله خير. أولا نسأل، هل هذا الذي أعطاه نفقة أو تبرع زائد؟ إن كان نفقة فإنه يعطي كل إنسان ما يحتاجه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قدر أن أحد الأولاد يحتاج إلى زواج لأنه يزوجه ولا يعطي الآخرين مثله. لو فرضنا أن إحدى البنات مرضت وأنفق على دوائها نفقات باهظة فإنه لا يعطي الآخرين. أما إذا كان تبرعا فإنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا قسمة أعظم من قسمة الله عز وجل. فإذا أعطى الذكر 100 يعطي الأنثى 50، ولا يسترد بعد موته ما أعطى الذكور، لأن هذا حق وعدل أن للذكر مثل حظ الأنثيين. والحديث هذا الشيخ، الحديث قال اعدلوا بين أولادكم، والعدل بينهم اتباع ما دلت عليه ما دل عليه الشر، هذا هو العدل. لهذا ينبغي أن نعرف الفرق بين العدل والمساواة. الآن كثير من الناس يقول الإسلام دين المساواة، وهذا غلط. ليس في القرآن كلمة مساواة أو أن الناس سواء، بل لو تأملت لوجدت ما في القرآن أكثر ما في القرآن نفي المساواة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي القاعدون من المؤمنين أولو الضرر، هل يستوي العمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، وما أشبه ذلك. فأكثر ما في القرآن نفي المساواة، فيما بينهما اختلاف. في القرآن العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفرق بين العدل والمساواة، لو أخذنا بظاهر كلمة المساواة لقلنا الذكر والأنثى سواء، كما ينادي به الآن المتبرجون. لكن إذا قلنا العدل أعطينا الذكر ما يستحق والأنثى ما تستحق. ولهذا نرجو من إخواننا الكتاب وغير الكتاب أن ينتبهوا لهذه النقطة، لأن كلمة المساواة أدخلها بعض المعاصرين، الله أعلم كيف أدخلوها، قد يكون عن سوء فهم، وقد يكون تصنعا للكفار وأوجباء الكفار. إنما الدين دين العدل، والعدل إعطاء كل أحد ما يستحق.